دون تحفظ أو طابوهات، هكذا فتح السيد الرئيس باب الأسئلة أمام الصحفيين خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي حمل قرارات وجسد التزامات. أول محطة توقف عندها رئيس الجمهورية الحدث الذي شغل الساحة مؤخرا بإقراره رئاسيات مسبقة، والذي أرجعه لأسباب تقنية بحتة في الوقت الذي تعاطت فيه أوساط أجنبية مع موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية بأطروحات متناقضة ومواصلة نسج سيناريوهات خيالية عن وجود خلافات وأمور أخرى. وفي معرض حديثه عن مشاركة الجالية الوطنية بالخارج، قال السيد الرئيس إن القوائم الانتخابية بالنسبة للجالية لا تزال مفتوحة، وسيتم استدراك خطأ الغلق المبكر. على مدار ساعة واثنتي عشر دقيقة عرج السيد الرئيس على كل القضايا التي تشغل الرأي العام، وهو يضبط رزنامة زيارات ميدانية إلى الولايات بما فيها تلك التي ستقوده إلى تيزي وزو، خنشلة، تيسمسيلت وكذلك قسنطينة. فالشأن المحلي والجبهة الاجتماعية تبقى محور الاهتمامات، بداية بمجهودات استقرار السوق خلال الشهر الفضيل ومواصلة الاستثمار وإطلاق المشاريع التي تساعد على الزيادة في الأجور. الاقتصاد حاضر بقوة في كل لقاءات السيد الرئيس، حيث كشف عن سر ارتفاع الميزانية من خلال التوظيف وكذلك إطلاق مشاريع كبرى في الأشغال العمومية والمياه وقطاعات أخرى، مع التأكيد على تخفيض نسبة التضخم إلى 4% كأدنى هدف، ومراهنا أيضا على الرقمنة للتحكم أكثر في المعطيات الفلاحية. فالسيد الرئيس قال إنه لا يؤمن بأن وزارة الفلاحة بالعاصمة تستطيع أن تتحكم في الإنتاج بتمن غست أو المنيعة، وأثنى على ولاية بسكرة في إنتاج الخضروات. كما كشف رئيس الجمهورية على مشروع مع شريك عربي لإنتاج بودرة الحليب بأضرار قوامه 100,000 رأس. وبالعودة إلى قمة الغاز، أكد السيد الرئيس بأن الجزائر مستمرة في إنتاج الغاز، وأعلن عن بدء التنسيق في البحث عن آلية جديدة بخصوص إنتاج الغاز. ولم يكن ليمر لقاء السيد الرئيس في هذه الظروف دون أن يقف على البشاعة التي تتعرض لها البشرية في فلسطين، ويؤكد بأن من يملك قوة الردع سيفرض على الاحتلال إلزامية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، مجددا تعهده من خلال الدبلوماسية الفعالة وللجزائر بمواصلة معركة الجزائر من أجل أن تصبح فلسطين دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة. السيد الرئيس عرج على تطورات الراهن في الإقليم، وقال إن لقاءاتنا مع قادة مغاربيين يهدف إلى إنشاء كيان للتنسيق وليست موجهة ضد أي جهة. وعن الأوضاع في مالي والساحل، قال السيد الرئيس أن التجارب أثبتت بأن تدخل الأجانب في الأزمات المحلية يصعب الحلول. وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية، قال السيد الرئيس إن ترجيح استعمال العقل بدل القوة والتهديد يمكن أطرافها من الاهتداء إلى حل. لقاء وجه فيه السيد الرئيس رسائل مفادها أن الجزائر لن تركع، ومن يريد أن يفرض علينا ما يفرضه في مكان آخر فهو مخطئ. لقاء لتنوير الرأي العام ومواصلة الالتزامات.